صباح الخير، اهلا بحضراتكم. بنتابع معاكم عمليات التصويت في اولى ايام جوله الاعاده للمرحله الثانيه من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تعد رابع جولات الانتخابات وهي الاخيره ايضا. بيتنافس في هذه الجوله 200 من المرشحين على 100 مقعد في 13 محافظه. المحافظات هي القاهره والقليوبيه والدقهليه والمنوفيه والغربيه والشرقيه وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والاسماعيليه وجنوب سيناء وشمال سيناء. على أن تعلن النتيجة لهذه الجولة في 14 من شهر ديسمبر، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالي 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السري المباشر بنظام الفردي ونظام القوائم، فيما يحق لرئيس الجمهورية أن يعين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين، وهذا بالمجلس. وقد بدأ الناخبون بالتوافد منذ الصباح على اللجان الفرعية التي يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة 9 مساء، وعلى مدار اليوم وغدا، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا. تشمل هذه الإجراءات تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، حيث تم توفيرها بشكل مجاني أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحمل هذه الكمامة من المواطنين. أدلى منذ قليل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بصوته في انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بلجان مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة في مصر الجديدة برئاسة المستشارة نفرت شهاب. جدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله بصفته التنفيذية في التنظيم النقابي، جدد دعوته إلى عمال مصر في كافة مواقع العمل والإنتاج إلى ضرورة النزول اليوم وغدا للمشاركة وبفاعلية في عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب التي تستمر لمدة يومين في 13 محافظة، تمهيدا لإكمال عقد الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2020. نتابع المزيد عن هذه الدعوة الآن عبر هذا الاتصال الهاتفي مع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأستاذ محمد وهب الله. أستاذ محمد، أهلا بك، وببدأ مع حضرتك ب يعني رؤيتك للتواجد وللحضور لعمال مصر ومشاركة عمال مصر، وهي طبعا دعامة أساسية لهذا المجتمع في هذه الانتخابات. صباح الخير أستاذ ريهام، صباح الخير للمشاهدين. يمكن احنا دايما كاتحاد عمال مصر، وانا بكلمك من غرفة العمليات اللي موجودة في اتحاد عمال مصر، ويمكن احنا عاملين غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات في 13 محافظة اللي هتجري فيها انتخابات اليوم من خلال الاتحادات المحليه العماليه في المحافظات. واحنا مؤمنين ان اتحاد العمال وعمال ونقاباته لابد ان يكون لهم دور في العمليه الانتخابيه، بحيث ان احنا نشارك فيها، ولابد ان احنا نؤمن دورنا واستحقاقاتنا الدستوريه وننزل الانتخابات عشان نبني بلدنا.
لان النهارده انت عارف حضرتك اخر جوله في الانتخابات النيابيه، وتنطلق بعد ذلك مجلس النواب، لان احنا مؤمنين كعمال مصر ان مجلس النواب عليه دور كبير ورئيسي في التشريعات العماليه وغير التشريعات العماليه والتشريعات للوطن، وهذا يجعلنا جميعا كعمال لابد ان احنا ننزل ونختار الشخص الذي يناسبنا ويختار الشخص الذي يستطيع ان يؤدي دوره لمصر ولعمال مصر ومن تشريعات وغير ذلك، فنحن مؤمنين بذلك. ولذلك النهارده احنا نشيدنا كل عمالنا في جميع المحافظات ال 13 لاختيار 100 مقعد في جميع المحافظات لهذا الامر، وبنتابع لغايه اخر النهار النهارده وبكره، وان شاء الله باذن الله انا عندي قناعه وعندي يقين ان عمال مصر هيشاركوا بقوه شديده جدا اليوم بينزلهم للانتخابات النيابيه. طيب يعني هل حضرتك شايف انه ممكن يكون في فعلا يعني مساحه من الحضور النهارده بجانب العمل، يعني بجانب ساعات من الشغل ممكن يعني تكون واخداهم نوعا ما من المشاركه النهارده؟ طبعا ان احنا بنتابع مع اللجان النقابيه في الشركات وفي الاماكن العمل بضروره حث العمال ان هم ينزلوا ويشاركوا، وانت عارف حضرتك من الساعه 2 او من الساعه 1 بتبتدي قوه العمل تنزل عشان يأدوا دور الصبح ويأدوا دوره ايضا في الساعه من الساعه 1 الادلاء بصوته، واحنا متابعين مع اللجان النقابيه مع القيادات النقابيه الموجودة الجوده ومع عمالنا، والنهارده ان شاء الله هتبقى فيها 13 محافظه كثافه جيده جدا وخاصه عمال مصر، لان احنا كما قلنا نحن مؤمنين بان لنا دور كبير في هذا المجتمع، ومن ضمن دورنا ان نشارك في اختيار البرلمان، لان هما في الاخر البرلمان بيضع لنا الاطر والقوانين التي تساعد العمل والعمال في مصر بشكل كويس. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كل التحيه لعمال مصر في كل المحافظات. اختتمنا بهذا الخبر المتابعة لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 مع حضراتكم عبر الساعات القادمة لمعرفة المزيد عن المشاركة وعن التوافد للجان الانتخابية للإدلاء بأصوات الناخبين في هذه الجولة، جولة الإعادة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2020. شكرا لكم.